نجدد لكم التحية هنا في انطلاقة أشواط مساء هذه الليلة وانطلاقة شوطنا الحادي عشر. تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الحادي عشر هو الخاص هنا بالثنايا القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان في هذه الأمسية التراثية الجميلة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، ناصي المنطلق بصدارة هذا الشوط لسعيد بن سالم بن سعيد بن حميدة الرميثي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول بشعار الديمنتي بشعار مليح الإنجازات ينطلق هنا بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني يأتي ربدان سعيد بن غدير بن عبيد لقتبي. أما المركز الثالث، المركز الثالث سلهود عبد الله بن حميد بن سلطان بن كنيدة الفلاسي. وعلى المركز الرابع يأتي الجوف خميس بن سلطان بن خميس لوهيبي المنطلق على المركز الرابع. بينما المركز الخامس، المركز الخامس وتمام ياتينا عمير بن سيف بن معبد بن سيف المشغوني من ينطلق هنا على خامس المراكز. والمركز السادس مرموق لسعيد بن العبد بن عامر العويسي ياتي بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل. هنا سادسا المركز السابع ياتي شاهين محمد بن احمد بن محمد بن سعيد هنا المنطلق بهذه الانطلاقه والتحدي الجميل بهذا الاداء. المركز الثامن، المركز الثامن ياتينا هناك والمنطلق نقد الصغير بن خليفة بن حمد لقتبي من يأتي بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. الوصول من قبل اللورد، اللورد القادم بهذا الأداء الجميل وتحدياته. هنا أيضا حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدير لقتبي يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز التاسع. والمركز العاشر الوصول من غالي لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي من يقدم لنا الغالي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى عناها على حضراتكم هذا الانطلاق وفي هذا الأداء الجميل هنا في مسيرة هذا الشوط ومسيرة التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط وناصي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ناصي هنا لسعيد بن سالم بن سعيد بن حميدة الرميثي المنطلق بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الأول. المركز الثاني ياتي سلهود على المركز الثاني، عبد الله بن حميد بن سلطان بن كديده الفلاسي من ياتينا على ثاني المراكز. والمركز الثالث ربدان لسعيد بن غدير بن عبيد القتبي من ينطلق على ثالث المراكز. والمركز الرابع ياتي الجوف الخميس بن سلطان بن خميس الوهيبي منطلقا هنا على المركز الرابع بهذا التحديات الجميلة. هنا المركز الخامس ويأتينا تمام هنا بهذه الانطلاقة لعمير بن سيف بن معضل بن سيف المشغوني انطلق على المركز. هنا إذا الخامس وسادس مراكزنا مرموق لسعيد بن العبد بن عامر العويسي هناك من الجانب الآخر. ويأتينا شاهين محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد هناك المنطلق بهذه اللحظات وبهذه
الانطلاقة على المركز هنا أيضا السابع بهذا الأداء، المركز الثامن نجد الصغير بن خليفة بن حمد لجتبي من يأتينا على المركز الثامن، بينما المركز التاسع اللورد حمدان بن حمد بن الضعيف بن غنيجر لجتبي من يقدم لنا اللورد على المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر في هذه اللحظات والقادم هنا غالي لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي على المركز العاشر. منتصف المسافة ولوحة الأربعة كيلومترات غادرناها في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المسائي الجميل الذي نتابعه من أرضية هذا الميدان. التغيير الذي طرأ وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سلهود من غير على صدارة هذا الشوط هو على المقدمة وعلى المركز الأول، سلهود من اندفع بصدارة عبد الله بن سلطان بن حميد بن كديدة الفلاسي من يقدمه على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ناصي من يأتي على المركز الثاني، ناصي هنا منطلقا لسعيد بن سالم بن سعيد بن الحميدة الرميثي على ثاني المراكز، والمركز الثالث ربدان يأتي ثالثا لسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع مرموق القادم على المركز الرابع بهذه الانطلاقة الجميلة لسعيد بن العبد بن عامر العويسي، وهناك شاهين محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد المنطلق بهنا على خامس مراكزنا. تمام يأتينا على المركز السادس بانطلاقة وتحديات عمير بن سيف بن معبد بن سيف المشغوني أن ينطلق بهذه التحديات هنا والإثارة الوصول من الجانب الآخر أو القادم. هناك نجد الصغير بن خليفة بن حمد لجتبي من يأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي. المركز الثامن والمنطلق اللورد هنا لحمدان بن حمد ضعيف بن غنيجر لجتبي والغالي على المركز التاسع لمنصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي، وعلى المركز العاشر هملول عامر بن عوض بن طرشوم العامري من يقدم على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا، وثالث ندى للمراكز العشرة الأولى هنا بعد الثلاثة كيلومترات وزاوية الالتفاف هنا بهذا المضمار وحزام الغابات على يمين المضمار، وهناك الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط مع أيضا انطلاقة وتحديات هنا سلهود المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول والصدارة، عبد الله بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي من يتابع على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. آل المرموم مركزين بانطلاقة وتحديات هنا سلهود على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني ناصي يأتينا على المركز الثاني، ناصي على المركز الثاني سعيد بن سالم بن سعيد بن حميدة الرميثي، أما المركز الثالث مرموق لسعيد بن العبد بن عامر لعويسي من يأتينا هنا ويتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات بمتابعة زايد بن حمد بن علي العويسي من يتابع أيضا متابعة دقيقة في التضمير هنا من يأتي بهذا الأداء الجميل، بينما المركز الثالث شاهين على المركز الثالث محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد على المركز الثالث. المركز الرابع يتراجع ناصي، ناصي هنا لسعيد بن سالم بن سعيد بن حميدة الرميثي، وصل هنا تمام قادم
هذه الانطلاقة لعمير بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني، أتينا بانطلاقته وتحدياته الجميلة. اللورد أيضا قادم هنا لحمد، لحمدان بن حمد بن طعيب بن غنير القتبي، والغالي الغالي 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 لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي من يقدم بهذه الانطلاقة. وهنا هملول عامر بن عوض بن طرشوم العامري، ونجد من الجانب الآخر نجد هنا للصغير بن خليفة بن حمد لقتبي، وعاشرا يأتي شاهين مسعود بن سالم بن سعيد بن غصنة العامري. هذه هي النتيجة، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى سلهود على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة هذا الشوط. سلهود عبد الله بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة هنا مع الكيلومتر الأخير. المركز الثاني مرموق على المركز الثاني لسعيد بن العبد بن عامر العويسي، يأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا يأتينا شاهين محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد، ويأتينا تمام بهذه الانطلاقة العمير بن سيف بن معضد هنا المشغوني في هذه الانطلاقة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى مرموق من انطلق بصدارة، انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول سلالة مرموق. ركز يا زايد، يا بن حمد، يا بن علي العويسي، ركز في متابعة وتضمير مرموق. ما شاء الله بدون أوامر، أداء تلقائي، عرض رائع وجميل على الصدارة على المقدمة سلالة مرموق وإنتاج النخلي، يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المنطلق بهذا الأداء الجميل والإثارة. سلوم للسلطنة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل لمرموق وانطلاقته وتحدياته الجميلة. تهانينا لسعيد بن العبد بن عامر العويسي على فوز مرموق بالمركز الأول، وشكرا يا زايد، يا بن حمد، يا بن علي، هي العويسي من قدمه بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل ولحظة وصوله إلى الفوز وإلى الناموس. المركز الثاني سلهود العبد الله بن حميد بن سلطان بن كديدة، المركز الثالث اللورد، وصلنا ثالثا هنا الحمدان بن حمد بن ضعيف، المركز الرابع النقد الصغير بن خليفة بن حمد لقتبي، والمركز الخامس أتانا مشاهدينا الكرام هملول عامر بن عوض بن طرشوم العامري من أتى بهذه الانطلاقة على المركز الخامس. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني. عشر دقيقة 51 ثانية وفاء وتماما وكمالا، التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامي هنا وانطلاقة مرموق. تهانينا والناموس على هذا الفوز لسعيد بن عبد بن عامر العويسي. هنا شكرا أيضا من قدم بهذا الانطلاق. مركز الثاني 12 دقيقة 54 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل بانطلاقة سلهود. تهانينا العبد الله بن حميد بن سلطان بالكديدة من انطلق بهذه الانطلاقات والتحديات. اللورد سجل 12 دقيقة هنا أيضا 56 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس الحمد بن الضعيف بن غدير لقتبي، تهانينا للجميع.